هو أحد الأيام التي تحمل الكثير من الخير للمسلمين، فهو يوم مليء بالبركة والفضل والعتق من النار واستجابة الدعاء، ولذلك يجتهد كافة المسلمين في صيامه وقراءة القرآن فيه وأداء غيرها من الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل راجين العتق من النار. يوم عرفة ده يعني ذكرياته جميلة جدا 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 في نفسي بصراحة، ولذلك لما بيجي أنا يعني ببقى صايم كويس وبجتهد ان انا اقرا القران كتير جدا جدا جدا. ربنا بيكرمنا نغفر الذنوب كلها، صيام العشر البيض دول، ونهتم بقى بالذبح، وربنا يوسع امه الاسلام كلها. يعني بنصوم هذا اليوم وقراءه القران، نقرا القران ونشكر ربنا كتير، وبعد كده بنزور الاقارب، بنزور في هذا اليوم الأقارب ونستعد لذبح الأضاحي وصلاة العيد، وبيبقى يوم مبارك على الشعب المصري كله. ويمكن من قبل يوم الوقفة يعني ناس كثيرة بتستعد في العشر أيام دول يحاولوا يختموا القرآن. يعني اليوم ده يمكن بيتكرر، يعني هي يوم واحد في السنة بيبقى ليه روحانيات كتير كده، يعني نحب نفطر مع بعض كعيلة كده كلنا مع بعض، بنستعد بقى لأول يوم العيد، الأضحية بقى وكده، ربنا يوعدنا يعني السنة الجاية إن شاء الله يعني نبقى واقفين على جبل عرفات. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أهلا بحضراتكم، وبنحتفل بهذا اليوم العظيم اللي هو فعلا يوم من خير الأيام التي طلعت عليها الشمس، يوم قد يكفل لنا سنة قبله وسنة بعده، يوم ربنا سبحانه وتعالى عطاؤه بقى يعني غير ممنوع، وعطاء واسع جدا جدا. يعني ممكن الناس اللي فعلا شايفة انها بعدت، والناس اللي هي ارتكبت الذنوب والمعاصي، إذا عادت وإذا تابت وأنابت في هذا اليوم ربنا يتغمدها برحمته وإن شاء الله يغفر لنا جميعا يا رب في هذا اليوم العظيم. ما هو فضل يوم عرفة؟ لماذا سمي بهذا الاسم؟ ما هي الأعمال المستحب القيام بها في هذا اليوم؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه النهاردة من خلال لقائنا بدكتور أحمد حسين، وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا ومرحبا بحضرتك يا بني. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بألف صحة وسلامة، والمصريين كلهم بألف خير. آمين. والمسلمين في العالم كله. آمين يا رب العالمين. العالم كله بخير وسلام. طبعا قبل ما نروح ليوم عرفة النهاردة، برضو احنا في يوم من الأيام العظيمة يوم التروية. نتعرف على يوم التروية ولماذا سمي بهذا الاسم؟ يعني في أكثر من رواية لتسميته بهذا الاسم، فما أبرز أو أصدق هذه الروايات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة الأيام العشر كلها، بل الأيام الـ13 كلها، بل شهر ذي الحجة كله، بل الأشهر الحرم كلها، كلها أيام طيبة مباركة، خصوصا هذه الأيام اللي تجتمع فيها من العبادات ومن الطاعات ومن القربة إلى الله ما لا يجتمع في غيرها. أيام العشر يجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، فتجتمع فيها تقريبا فرائض الدين كلها، فرائض الإسلام كلها تجتمع فيها، الذكر والشهادتين واللي هو الأصل الأول من أصول الدين الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، يذكر الإنسان رب، يصلي الصلوات، تجتمع في هذه الأيام. صيام هذه الأيام أيضا فإنه مستحب، لأنه من الأعمال الفاضلة يتقرب بها الإنسان. أيضا الصدقات والزكاة، ثم يأتي الحج ختام هذه الأعمال المباركة، فالفرائض الخمسة تجتمع كلها في هذه الأيام المباركة. يوم الثامن من ذي الحجة، ويوم التاسع من ذي الحجة، ويوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق الثلاثة، كل واحد من هؤلاء له فضيلة وله منزلة. نبدأ بأولها وهو يوم الثامن من ذي الحجة الذي يسمى يوم التروية، وهذا الحجيج يستعدون فيه للذهاب إلى عرفة، فيذهبون في هذه الليلة إلى منى، وسمي يوم التروية لأنه الناس في الزمن القديم لم تكن المياه متوافرة في عرفات، فكانوا يحملون الماء معهم، يجمعون الماء في هذا اليوم التروية من الإرواء
بمعنى يعني إرواء الظمأ، فهم يجمعون الماء في يوم الثامن استعدادا ليوم التاسع الذي يذهبون فيه إلى جبل عرفات للقيام. سمي هذا اليوم بهذه التسمية وهو استعداد للذهاب إلى عرفات، هذا نعم. يوم التروية طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى له شعائر، ومن يعظم شعائر الله فذلك من تقوى القلوب. نعم، فإنها من تقوى القلوب. نعم، فإحنا في 10 أيام ذكرت في القرآن الكريم، نعم. والفجر وليال عشر، نعم. والشفع والوتر، نعم. صدق الله العظيم. وطبعا يعني دي معاني جميله ونادره جدا، واهميه مواسم الطاعات واغتنامها، لانه ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيدينا فرص كتيره وبيدينا مواسم نتوب فيها ونعود فيها اليه، لان احنا بنبعد احيانا وقد ييأس الواحد مننا من انه يقترب مره اخرى، لكن صحيح. ربنا بيفتح له الباب الاقتراب والعوده. صحيح صحيح. يعني ان لربكم كما يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها، عسى أن تصيبكم منها نفحة فلا تشقون بعدها أبدا. والسعيد من يوفق الله عز وجل إلى الطاعة في الأيام المباركة، فإن الأيام الفاضلة تفضل فيها الأعمال عن غيرها، فالأيام العشر أفضل من غيرها، رمضان أفضل من غيره، ليلة القدر أفضل من الأيام كلها، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهكذا. ففرصة في هذه الأيام العشر، احنا قربنا على نهايتها، اليوم الثمانية غدا ان شاء الله يوم عرفة، يوم تسعة، ينبغي ان يحرص المسلم على ان يقترب من الله عز وجل. والاقتراب من الله عز وجل نستطيع ان احنا نقول على يعني ناحيتين، يقترب الى الله عز وجل بينه وبين ربه، ويقترب الى الله عز وجل فيما بينه وبين خلقه. ده مهم قوي، احنا بننسى الجانب. كتير من الناس يقول لك انا هحرص على قراءة القرآن، انا هحرص على صيام اليوم ده، انا هحرص على انني اذكر الله سبحانه وتعالى. كتير من الناس يعمل كده، ما قالش انا هحرص على اني انا اصالح جاري، ان انا في خصومة بيني وبين صديقي، اني انا مخاصم فلان انا هروح اصالحه في اليوم ده. ده اعظم الاعمال، اعظم الاعمال. ما يقولش لا والله انا اسأت الى فلان، انا رايح يعني اعتذر منه، رايح اقول له والله سامحني. ده مهم، مهم قوي 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 قوي، ان احنا نصلح فيما بيننا وبين العباد، بيننا وبين الجيران، بيننا وبين الاهل والاصدقاء، بين الاقارب. ده مهم، مهم قوي في مثل هذه الايام، وهذه اعظم الاعمال، اعظم اعظم من ان اصوم. دي على فكره يعني ترتبط حتى بالمعنى العام لليوم عرفه اللي هو يوم الغفران، يوم التعارف. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى كان بيغفر لنا، نعم. في هذا اليوم، فلماذا لا نغفر لبعضنا البعض؟ لماذا لا نتسامح مع بعضنا؟ يوم عرفه يوم طبعا من اعظم ايام الله عز وجل، نعم. يوم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: احتسب على الله لمن صامه ان يكفر السنة التي قبله والسنه التي بعده. نعم. ده عمل يعني ليس لغيره من الايام، فهو يوم عظيم، يوم مبارك، يوم عرفة. يوم عرفة حتى من الاسم كده عرفة، يعني فيه من المعرفة. قالوا في سبب التسمية أن الناس يتعرف بعضهم إلى بعض في عرفات، ده من أشهر المعاني، أن الناس تتقابل في عرفات، يتقابل يعني الناس من الشرق ومن الغرب، من كل الأجناس، من كل البلدان، من كل الفئات، يتقاربون ويتعارفون وقبائل لتعارفوا. التعارف هنا بيتحقق المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده لخلقه بالضبط. وهو التعارف صحيح، نعم. وده القيمة الإنسانية اللي موجودة في الدين، إن احنا الناس تتعارف، تتعارف لا تتناكر، نعم. تتحاب لا تتخاصم، تتسالم لا تتحارب. صحيح. ده مهم، وده هدف أساسي، يعني الخصومة واللدد والقطيعة والكراهية والبغضاء أشياء يعني يبغضها الدين ويكرهها الإسلام. وما جعلت الأعياد إلا ليتعاود فيها الناس، يعود بعضهم بعضا، يقترب بعضهم من بعض، يسامح بعضهم بعضا. يوم عرفات يوم مبارك، يوم جميل، إحنا كلنا بنحرص فيه على الصيام، نحرص فيه على قراءة القرآن، نحرص فيه على الذكر أيضا، لنحرص فيه على التصافي والتواد والتحاب. ياريت ان احنا نخصص يعني جزء من تليفوناتنا ان احنا نتصل، يعني ما كانش هنروح باجسادنا، الاقل نتهاتف فيما بيننا، اكلم اخويا البعيد عني، اختي البعيدة عني، قريبي، زميلي، صديقي، جاري، وهكذا. التعارف في يوم عرفة عمل مهم قوي قوي، ياريت نحرص عليه. نعم طبعا، يعني في الرسول صلى الله عليه وسلم
قال جملة يعني ذكرت في القرآن الكريم في هذا اليوم، وهي اليوم أتممت لكم دينكم. نعم. وأكملت عليكم نعمتي. نعم. ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. وده مهم جدا هذا اليوم، يعني حتى ان اليهود لما سمعوا هذه الآية قالوا ان الآية دي لو نزلت علينا احنا لجعلنا هذا اليوم عيدا. عيد. نعم. فده يوم نزل فيه آية عظيمة جدا تدل على عظمة هذا اليوم، اليوم الذي أتم فيه دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ذكرنا حضرتك بأبرز يعني خطبة عرفة، ما قيل في خطبة عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في نعم. هذا الموقف. نعم. طبعا اليوم هذا يوم الكمال، يوم التمام، نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم من آخر ما نزل كما يقول المفسرون: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. زي ما ذكرت حضرتك أني يعني واحد من يهود قال لو نزلت علينا هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. رد عليه سيدنا عمر قال: أنني أعلم في أي يوم نزلت وفي أي ساعة نزلت، وإنا نتخذ من ذلك اليوم عيدا. هو يوم عرفة، يوم الحج الأكبر. هذا اليوم يوم مبارك. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طبعا حجته الوحيدة، النبي حج مرة واحدة، ولما علم الناس أنه حاج الكل بدأ يستعد ليحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أن دي آخر حجة له وأن دي آخر أيامه في الدنيا صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يلخص الرسالة كلها، الدين كله، يلخصه في كلمات يقولها للمجموعات الكبيرة اللي جاية تحج معه صلى الله عليه وسلم. أول حاجة ذكرهم بالأخوة الإنسانية، إن الأصل واحد. أيها الناس، إن دينكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض، فضل إلا بالتقوى. والتقوى هنا أن يتقي الإنسان فيما بينه وبين الله، وهذه تخصه، ويتقي فيما بينه وبين العباد. كثير مننا يفهم التقوى إن هي الصلة الحسنة بالله فقط، على إن ما يهموش الصلة بالعباد، إن يعني يأكل مال ده ولا يظلم ده ولا يأخذ حاجة ده ولا يعني يضحك على ده ولا إلى آخره، زي ما يفهم بعض الناس. وإنه هو طالما صلته بالله كويسة إذا ربنا هيغفر له، نقول له لا لا، الإحسان فيما بينك وبين الله هذا يخصك، والإحسان فيما بينك وبين العباد هذا يخصهم. فإذا أسأت تكون المقاصة. ولذا يعني يريد ننبه على أمر مهم، إني يوم عرف يغفر ذنوب سنتي، سنة ماضية وسنة آتي، هذا فيما بينك وبين الله. قصرت في صلاة، قصرت في صوم، قصرت في ذكر، قصرت في طاعة، هذا مغفور. لكن قصرت في حق العباد، خدت حق ما هوش حق، يعني اعتديت على جارك، اعتديت على زميلك، اعتديت على أي حد حواليك، اللي هي مظالم العباد. لذا العلماء يقولون إيه؟ حقوق الله اللي بيني وبينه مبنية على المسامحة. نعم. أتوضأ تغفر. نعم. أمشي للصلاة تغفر. أصوم يوم تغفر. أصوم الاثنين والخميس تغفر. أصوم يوم عرفة يغفر السنة اللي فاتت والسنة اللي جاية وهكذا. لكن العباد لا، هذه لا تغفر. وهذا ما يحدث أيضا يوم الحساب. نعم. نعم. إلا 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 أن يرد الحقوق لأصحابه. نعم. تقابلهم تقول له أنا خدت منك كذا تاخد كذا. وإلا المقصة تكون بالحسنات والسيئات يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف يقول: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يعني اللي ما معهوش فلوس ولا المفلس. قال: إن المفلس من أمتي يوم القيامة من يأتي بصلاة وصيام وصدقة، يأتي وقد قذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. نعم. هو معاه أعمال كتير، هو صايم كتير، هو عامل حاجات حلوة كتير، لكن أساء فيما بينه وبين العباد. نتوقف عند هذا المعنى الجميل ونروح لفرقتنا، فرقة عطر المديح بقيادة المنشد مصطفى عيد، ونستسمحكم نسمع منكم حاجة جميلة من الإنشاد. تفضل. هلت ليالي حلوة وغاليه، ليالي رايحة وليالي جاية، هلت ليالي حلوة وهالية، ليالي رايحة وليالي جاية، فيها تجلي دايم تملي ونورها ساطع بين العلالي، هلت ليالي هلت ليالي عليك صلاة الله وسلام.
مآذن فوق الحرمين، وطول ما طال حجاج اتهنوا وشربوا من زمزم بقين، وطول ما طال حجاج اتهنوا وشربوا من زمزم بقين، وفي المدينة نالوا القبول بنور نبيل سنين ده محملة رجعت أيام، ده محملة رجعت أيام، هنية واتمليت بلعين يا مسعد اللي يقف ويكبر عالمنا عرفت لله، يا مسعد اللي يقف ويكبر عالمنا عرفت لله، يحذف الجمرات ويعبر دايب نصوح متمني لقاه، غفر ذنوب مدى الحياة وعاش نوب وثواب لقاه، بقبلتك يا نبي قدامه عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، شفاعة يا جد الحسنين ده محملة رجعت أيام، ده محملة رجعت أيام، هنية عليك صلاة الله وسلام، عليك صلاة الله وسلام، شفاعة يا جد الحسنين ده محملك رجعت أيام، ده محملك رجعت أيام، هنية واتمليت بلعين، هنية واتمليت بلعين. شكرا ليكم، ونرجع نكمل حوارنا مع الأستاذ الدكتور أحمد حسين وكيل كلية الدعوة بجامعة الأزهر الشريف، نجدد التحية لحضرتك يا فندم. الله يحفظك يا فندم. ونتكلم بقى عن يعني الناس كلها بتبقى متشوقة لفعل الخيرات غدا إن شاء الله، وبنلاقي دلوقتي يعني شبه كده جداول منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. الناس بتحث بعض على كيفية قضاء اليوم وعدم إضاعة الوقت في أي شيء. طبعا هو المهم يعني الإيمان، والمهم صحيح. الإحساس العالي بغض النظر عن صحيح. الطقوس بأدائها دون إحساس صحيح. لكن على أي حال برضو إيه الحاجات اللي ممكن المسلم يعملها غدا حتى يعني يشعر بالسكينة ويشعر مع الحجيج وكأنه يحج وهو في مكانه؟ صحيح صحيح. طبعا يوم مبارك، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده على بلادنا مصر وعلى الأمة جميعا وعلى العالم كله بالخير واليمن والبركة. إحنا بننتهز وننتظر هذا اليوم، الحاج في حجه، وهو يعني الله عز وجل يباهي بالحجيج في يوم عرفة. الملائكة انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت له، وهو الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة في هذا اليوم، يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. الحجاج في نعمة كبيرة وفضل عظيم. بص لنحن اللي احنا قاعدين في بيوتنا ومشتاقين، كل حد في الحقيقة أي إنسان بيتمنى أن يكون مع الحجيج وضمن الحجيج في هذا اليوم الكريم. لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يحرمنا بعض الأشياء اللي يعني ذكرها لنا واللي احنا نتواصى بها، من أهمها صيام هذا اليوم، صيام يوم عرفة كما تبين أنه فضله عظيم. ننوي صيام هذا اليوم، اللي قصر في الصيام في الأيام السابقة لا يفوت صيام هذا اليوم، فإن صيامه سنة مؤكدة.
وهو يكفر الذنوب سنتين كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. أيضا يحرص أن يكون اليوم ده طاعة، يعني يعمل يعني جدول اليوم ده يكون من أول طاعة، يبدأه مثلا الشباب ينزلوا يصلوا الفجر في يومه بعد ما يتسحروا لليوم ده، ينزلوا يصلوا في المسجد جماعة في يوم في هذا اليوم، فإن فضله عظيم. صلى جماعة نقول له استنى في المسجد شوية كده اقرأ شوية قرآن لغاية لما تطلع الشمس وترتفع قدر يعني رمح أو رمحين، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا صلي ركعتي الضحى، وبعد كده انصرف. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل ذلك كتب الله له حجة معه صلى الله عليه وسلم، حجة تامة. من جلس في مصلى يعني صلى الفجر في جماعة وجلس في المسجد يذكر الله ويقرأ القرآن إلى أن تطلع الشمس ربع ساعة ويصلي ركعتين وبعد كده ينصرف بعد ذلك. وده في أي يوم من أيام السنة، ليس ده فقط ده في يوم عرفة؟ لا لا، هو ده المفروض إن احنا نعمل كده على طول. يعني المفروض نعمل كده، لكن طبعا ظروف الناس ظروف أعمالها، يعني بيجي علينا الشتاء احنا بنطلع من البيوت تقريبا بمجرد إن احنا نصلي الصلاة نخرج على طول عشان ندرك أعمالنا. لا طبعا لا، هو ده مستحب في الإنسان لما يكون عنده يوم أجازة، يوم مبارك زي يوم عرفة، وطبعا أجازة رسمة وموجود ان احنا نحرص عليه. صلينا بعد ذلك نحرص ان احنا نقرأ القرآن في هذا اليوم قدر الإمكان، ننشغل بالذكر وبالدعاء إلى أن يحين وقت صلاة الظهر. نحرص ان احنا نسمع خطبة عرفة، نصلي الظهر في المسجد جماعة، طبعا الصلاة الخمس كلها في المسجد جماعة، نحرص ان احنا نسمع خطبة عرفة فإن فيها من الموعظة وفيها من الذكرى وفيها أيضا من رؤية الحجيج. الحمد لله الحج الآن يعني احنا بنعيش مع الحجاج لحظة بلحظة، ينقل على الهواء مباشرة، شايفينهم وشايفين أماكنهم، والقلوب في الحقيقة بتبقى خاشعة والعيون دامعة والقلوب راجية للرحمة. وكلنا وإن جلست جسومنا في يعني في أماكننا فإن أرواحنا هناك معهم، يعني يا ذاهبين إلى البيت العتيق رحتم جسوما ورحنا نحن أرواحا، إن أقمنا عن عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. فيعني إحنا أرواحنا معهم. بعد مشاهدة يوم عرفة نكمل يومنا في الدعاء في الذكر، أيضا كما بينت قبل قليل التواصل أن أزور وأن أزار قدر الإمكان، يعني لو لي أرحام قريبة أزورهم ويزورونني، أتصل بهم وأتصلون بي، أتفقد أحوالهم إلى آخره. ثم الإنسان يفطر المغرب ثم بعد ذلك يعني يستعد ليوم النحر يوم العيد بتجهيز أضحيته وبالمعايدة على الناس والسلام عليهم وصلتهم. أرجع أكمل حديثي مع حضرتك، لكن نسمع حاجة أخرى من فرقة الإنشاد، عطر المديح للإنشاد الديني، تفضلوا. يا ربي بالمصطفى الله صلى الله عليه وسلم، يا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلى واغفر إلهي
يا ربنا يا ربنا ربنا صل على خير الورى. احمد حسين وكيل كلية الدعوة جامعة الازهر. وبنتكلم بقى عن الدعاء في يوم عرفة، يعني كلنا عندنا يعني طلبات كتير من ربنا سبحانه وتعالى، والطمع في ربنا جائز ومشروع، يعني لان هو بيحب من يدعوه وبيحب من يذكره دائما. الدعاء في عرفة، وهل هناك اوقات في يوم عرفة يستحب فيها الدعاء او يعني يقبل فيها الدعاء؟ يوم عرفة يوم مبارك، وهو اليوم الوحيد من الايام الذي له ليلتان، ليلة تسبقه كبقية الأيام ككل الأيام، والليلة التي بعدها اللي هي ليلة العيد ليلة يوم النحر، الليلة التي بعده هي تابعة ليوم عرفة. ولذا العلماء يقولون أن من جاء إلى عرفات في الليل، يعني يوم عرفة في الليل بعد أن غابت الشمس، فقد أدرك الوقوف بعرفة ولو قبل الفجر، ولو قبل الفجر. فاليوم الذي الوحيد لو تعذر على الحاج ان هو أن يوصل بالنهار يوم عرفة وصل بالليل ولو قبل بالليل. الفجر يعني بدقائق. نعم. ولو بربع ساعة قد ما يقف كده. نعم. قبل الفجر من يوم النحر. نعم. فقد أدرك يوم عرفة. فيوم عرفة يوم مبارك، وأفضل الدعاء هو الذكر في الحقيقة، يعني من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وأفضل الذكر لا إله إلا الله، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإنسان يدعو الله بها في هذا اليوم، يكثر من الكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله لو كانت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير الله عز وجل في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فأفضل الدعاء في يوم عرفة ذكر الله عز وجل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أعلم بما في نفوسنا، يعني أحيانا لو شغلنا الذكر وقراءة القرآن عن الدعاء الله يعطينا أفضل ما يعطي السائلين، والله أعلم بما في نفوسنا منا، سبحانه يعلم السر وأخفى. صحيح. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فيوم عرفة يوم مبارك، الإنسان يكثر فيه من الأذكار، يعني كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أيضا الاستغفار، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الإنسان قاعد كده مع سبحته يكرر بقى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهكذا. هذه أدعية كلها الإنسان أذكار يذكر الله عز وجل بها، وهي أفضل من الدعاء، أفضل من يقول يا رب يا رب يا رب، لأنه هذا طلب. أما الذكر فهو ثناء على الله عز وجل. نعم. والله يعطي الذين يثنون عليه أفضل ما يعطي الداعي. نعم. اسمحوا لنا نسمع منكم حاجة أخيرة، فرقة عطر المديح، تفضل. حبيبي الحبيبي يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي، مرادي وقصدي واعتقادي ونيتي، مديح رسول الله خير البرية، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، حبيب الحبيب يلي تصلي على سيدنا النبي، نبي له المعراج والحوض واللواء، نبي له المعراج والحوض
الحبيبي يلي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي يلي تصلي على سيدنا النبي. هنيئا لعينين شاهدت أرض مكة. الله الله. هنيئا لعينين شاهدت أرض مكة. الله الله. وطافت ببيت الليل سبعا ولبت. حبيبي الحبيبي يلي يلي تصلي على سيدنا النبي. حبيبي الحبيبي يلي يلي تصلي على سيدنا النبي. من زمزم فات زمزمت وتنعمت. الله الله. حبيبي الحبيبي يلي يلي تصلي على سيدنا النبي. 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 شكرا جزيلا لفرقة عطر المديح بقيادة المنشد مصطفى عيد. شكرا جزيلا لكم ولوجودكم معنا النهاردة. شكرا لكم. وأتوجه بخالص شكر كذلك للأستاذ الدكتور أحمد حسين وكيل كلية الدعوة جامعة الأزهر. شكرا لحضرتك وكل عام وحضرتك بخير. آمين يا رب. آمين. لنا هذه الأيام بالخير واليمن والبركة على بلادنا مصر وعلى المسلمين أجمعين والعالم أجمع. آمين يا رب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. شكرا لكم وغدا إن شاء الله لقاء جديد ومجموعة أخرى.